طيب احنا طول الوقت هم كل الناس اللي هو زي ما كان فيه كده اعلام بيجي زمان يحير الشباب من الجنسين، هو مش بيحير الشباب من الجنسين، هو بيحير كل الناس في كل الاعمار، ان انا عايز ابقى شباب على طول. هل في سر للشباب على طول؟ هل ده لغز من غير كتالوج؟ هل نعرف ان احنا نفك طلاسم هذا اللغز ولا لا؟ الحقيقة احنا لقينا اكتشفنا ان في سكان قبيلة اعمارهم بتوصل ل 145 سنة، 145 سنة ده متوسط الاعمار، وعندهم نظام صحي مختلف. القبيلة دي فين؟ في وادي اسمه الخالدين على الحدود بين الهند وباكستان. المؤرخين في كل الكتب والناس اللي بيروحوا يزوروهم بيوصفوهم بأنهم الشعب الذي لا يمرض ولا تتمكن منهم الشيخوخة. ليه بقى؟ ايه السر؟ النظام الصحي، الأكل. يعني واضح ان احنا ما نأكل هو ترجمة لكل حاجة ممكن تحصل لنا، ترجمة ان احنا نبقى عايشين عمر صحي شباب ومتجدد بلا أمراض، أو عمر رقمي وعمر صحي صعب جدا عندنا مشكلات كتيرة جدا. فنوعية أكلنا وطبيعة أكلنا ونظام حياتنا بيحدد احنا ممكن نبقى في عمر صحي رائع وشباب على طول لا تتمكن من الشيخوخة ولا لا. أسلوب الحياة اللي بتتبعه القبيلة دي اسمها هونز هو السبب الرئيسي في إطالة عمرهم. ليه؟ هم بيعملوا إيه بقى في الأكل بتاعهم؟ هم بيعتمدوا على الخضروات النية والفواكه والبروتين، الحليب، البيض، الجبنة، لكن هم ما بيأكلوش إلا اللي بيزرعوه فقط، يعني ما يزرع من الأرض هو الذي يؤكل فقط. وبعدين عندهم حاجة مختلفة جدا، هم بيصوموا صيام 3 شهور من كل عام. الحقيقة هو مش مكتوب ايه نوع الصيام، يعني هل هو صيام متقطع؟ هل هو الصيام زي صيام المسلمين في رمضان؟ هل هو صيام زي صيام المسيحيين؟ مش مبين، بس هم بيقولوا ان هم بيصوموا 3 شهور. غير الصيام والاكل اللي من الارض بيمشوا لمسافات اكتر من 20 كيلو متر، ودي عادة ثابتة، يعني هم عندهم هذا الروتين. لما بيجوا ياخدوا حمام، الاستحمام عندهم بالمية الباردة حتى في أكتر الأوقات برودة. القبائل اللي بتعيش في المرتفعات جبال الهيمالايا كمان بتتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه العذبة المخصبة بشكل طبيعي بالمعادن زي البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، وكل الحاجات دي اللي بتعتبر من الضروريات للجسم وبتفسر إلى حد ما هم بيكافحوا الشيخوخة إزاي. مين يقدر على النظام ده؟ هيقدر إن هو يبقى العمر في حياته مجرد رقم، والعمر الصحي والعمر اللي هو ظاهر بيه شباب على طول. متوسط العمر المتوقع لشعب القبيلة دي 100 عام، بينما البعض بيتجاوز لحد 145 عام. المفاجأة بقى الكبيرة إن السيدات بتتمكن من الإنجاب في سن 70 سنة. في سن 70 تقدر تخلف، لأن هو سن 70 السن الصحي بتاعها أكيد في 30 مش في 70. عدد سكان القبائل اللي موجودين هناك حوالي 920,000 نسمة، يعني هم متحدين كده في جبهة واحدة. وإحنا نتمنى أن الناس تنتبه لفكرة نظام الحياة والأكل، وأن المشي ده شيء أساسي وروتين، وأن إحنا نحاول، صعب جدا بس نحاول ان احنا نخفف الضغوط علينا، ننام بشكل صحي، حاجات كتيرة جدا محتاجين ان احنا نعملها علشان يفضل عمرنا الصحي في الشباب. ودي اهو عندنا نموذج واضح اهو في القبائل دي، ان هو ما فيش حاجة مستحيلة، وان
كل شيء ممكن، ولكن ان احنا نعرف السر، والاهم من ان احنا نعرف ان احنا نعرف ننفذ، يعني يبقى عندنا إرادة التنفيذ.